السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على أهم الأكواد في مجال البيم، وطبعا لازم نركز على الأيزو لأن ده كود الانترناشنال، يعني أي دولة ما عندهاش كود خاص بيها فاحنا بنروح للأيزو. الأيزو 19001:2008 بيتكلم على الكواليتي مانجمنت، وبيتكلم على السيستم، وبيتكلم على الكاستمر نيدز، وبيتكلم على البروف اوف كابابيلتي. ده برضو بيتكلم على الاسيت مانجمنت. اهم حاجه بالنسبه لنا الايزو 19650 الاجزاء بتاعته، هو لحد دلوقتي استدر منه 5 اجزاء، فمهم جدا ان احنا نقراهم. هو الكتاب كله تقريبا في حدود مثلا 30 صفحه 35 صفحه، والشرح في بيم اريبيا. الموضوع سهل جدا وبسيط يعني مفيهوش اي مشاكل خالص. بيتكلم على الكوماندات انفايرومنت، بيتكلم على المصطلحات اللي لازم نكون عارفينها، بيتكلم على ازاي نعمل تجهيز للشغل زي البيم اكشن بلان. ف من مهام البيم مانجر ان هو يكون فاهم الكود كويس ويشرحه للناس ويتاكد ان هم كلهم شغالين على نفس الكود، ولو في اكتر من شركه يتاكد ان هم كلهم فاهمين الكود والستاندرد وهكذا. الكلاينت جايدنس بيتم ان احنا الناس كلها تبقى فاهمه فكره البيم، مش لازم يكون شغال بيم بس يبقى فاهم ايه الحاجات اللي هو هياخدها من البيم وازاي يقدر يستفاد منها. قبل ما نبدا خالص لازم يكون في 3 حاجات مفهومين، الاو اي ار والاي اي ار والاي اي ار. اللي هو الاو اي ار اللي هي الحاجات الخاصه بالمنظمه، الاي اي ار حاجات خاصه بالشركه اللي هتدير المبنى، الفاسيلتي مانجمنت عباره عن اسيت انفورميشن ريكويرمنت، والتانيه اورجانيزيشن انفورميشن ريكويرمنت، وبعد كده الاي اي ار امبلوير انفورميشن ريكويرمنت. ده برضو خاص بالكلاينت، ممكن تطلع على الكود دوت. الاو اي ار بنبدا نشوف المتطلبات اللي موجوده، والاسيت اي اي ار، الكلاينت اي اي ار امبلوير انفورميشن ريكويرمنت، وبعد كده بنبدا نعمل بيم اكشن بلان. في الاول قبل ما ناخد العقد بيبقى مش هحط طبعا التفاصيل والديتيلز، لا بيبقى مركز على المشروع ايه هو والتفاصيل بتاعته واحنا ممكن نسلمه في قد ايه. عشان نعرف هيستلم قد ايه لازم بنعمل دراسات قويه جدا في الاول خالص، بنشوف الناس اللي مثلا ممكن يكون في سبلاير هيجيب الحاجه امتى، لو في حد بيشتغل معانا مثلا يقدر خلاص امتى، وعلى اساسه بنقدر نحدد تواريخ التسليمات. فلازم يبقى في بروجكت مايلستون، التسليمات الرئيسيه في المشروع. بعد ما نبدأ العقد بنبدأ بقى نحط الأكواد اللي هنستخدمها، أسامي الناس والإيميلات بتاعتهم، تفاصيل أكتر. بنزود على البي موشن بلان الأولانية مش بنقص، بنزود. طيب الـ IR إيه الحاجات اللي هو ممكن يكون عايزها؟ الـ Level of Detail، هل هو 300 400 وهكذا، هل هو محتاج تريننج ولا لأ، الـ Planning of Work، الـ Security Requirement، الـ Collaboration، تكنيكال ريكويرمنت. ممكن يقول والله انا محتاج تدربوا لي الناس. طب تدريب الناس ده هل هنشرح لهم كورس ريفت كامل ولا 3 4 محاضرات؟ في مره مثلا كان مطلوب مني ادي محاضرتين اشرح لهم ايه فكره البيم وازاي نستفاد منهم، ولو استلموا موديل بيم ازاي يقدروا يفتحوه ويبص عليه، ازاي ايه الملفات اللي احنا هناخدها منه هياخدوها مننا، الستاندرد المستخدم، المسؤوليات بتاع كل واحد ايه وهكذا. طبعا طريقه التسميه بتاعه الملف بنكون متفقين عليها، اسم المشروع واسم الشركه المالكه الموديل، لو في مشروع كبير فاحنا بنقسمه الفوليوم، الليفل لو الليفلات كلها في قلب الملف نفسه ممكن نسميه زي زي او زد زد، الفايل تايب دي بقى ليها كود كده معين، بحيث مثلا لو هو 3D هيبقى M3 موديل 3، او M2 لو هو 2D. ديسيبلين اركتكتشر ستراكشر، ميزه ان انت اول ما تشوف الملف تبقى عارف ايه اللي موجود في الملف دوت من غير ما تسال. بالشكل دوت الاورجانيزيشن، اسم الشركه، الفوليوم، الليفل، تمام. هنا كل ليفل في ملف لوحده، دي ار فايل تايب،
هيبقى في كود يقول لك ايه الدي ار، الرول، الاركتكتشر، الرقم بتاعه، مايلستون، التاريخ بتاعه التسليم. فبقى في ماستر انفورميشن ديليفري بلان بيحدد التسليمات هتبقى عامله ازاي، ولازم يكون كل قسم عارف. انا مثلا لو انا عندي مشكله اتصل بمين، مين المسؤول عن الحاجه ديت، فالسبلاير بروسيس بيبقى عارفين ايه الاستخدامات بتاعت البيم، في معرفه ال او دي لكل عنصر من العناصر. البيم اكشن بلاننج موجوده عندنا. طيب ال او دي اللي هي ليفل اوف، كانت زمان ديتيل، دلوقتي بقت اصبحت ديفلوبمنت، اللي هو كل مرحله هيبقى فيها كميه تفاصيل وكميه انفورميشن قد ايه، بحيث ما ابداش المشروع وانا عمال احط انفورميشن، لا انا اخد حسب كل مرحله ايه المعلومات اللي انا لازم اقدمها، واكتر من كده هيبقى تضييع الوقت. المرحله بعد كده ببدا ازود المعلومات، اول ما اخد ابروفال من المرحله دي ابدا ازود المعلومات. دلوقتي اسمها ال او اي ان، ليفل اوف انفورميشن نيد، يعني ما تحطش غير المعلومات اللي انت محتاجها بس، ما تزودش، اللي هي ال او اي ان، ليفل اوف انفورميشن نيد. دي كانت شوية ليفل اوف ديفلوبمنت، ليفل اوف انفورميشن، وهكذا. دي كلها مصطلحات وابدأ اشوف. في عندنا جرافيكس داتا ونون جرافيكس داتا. جرافيكس داتا اللي هو الحاجات اللي انت بتشوفها 3 دي سيمبلز، الموديل، وهكذا. النون جرافيك انفورميشن بيبقى معلومات ممكن انت ما تكونش شايفها، زي مثلا كمية الهواء اللي هتبقى في المكنة، وهكذا الديتيلز اللي موجودة في الداتا. لما تعمل سيلكت على العنصر بتلاقيها في الخصائص بتاعتها. جرافيكس داتا دي مثلا اهو، ده اللي دي 100، اي بلوك بس موجودة بنناقش فكرة ان احنا هنحط الحاجة دي هنا ولا لأ. وبعد كده في اللي دي 200 بنبدأ نحط السايز، المقاس بتاعه، العرض والطول والارتفاع، وهكذا. وبعد كده في التلتمية بيبقى خلاص عندي معلومات اكتر، الكورس ده هيبقى فيه مثلا دراع، ما فيهوش دراع، وهكذا. الربعمية بيبقى عندي خلاص عرفت اني الشركة اللي هشتري منها، فبكتب اسم الشركة واسم الموديل وكل حاجة. الخصومات دي في الحاجات اللي اتنفذت فعلا، فلو في اي تعديل شراء من مكان تاني فبنظبطها، يعني بنبدأ نحط المعلومات اللي اصطلحت. يعني من جرافيك داتا ده بيشمل بقى الشركة اللي عملت الحاجة، الماتيريال، الفيزيكال بروبرتيز، زي مثلا هيصمد قد ايه للحريق، وهكذا. من قلب الموديل بقى بنطلع بقى كل الاسكادولات والتكلفة كل المخططات اللي احنا عايزينها، بتطلع من قلب الموديل 3D، نبدأ نطلع منه كل حاجة احنا عايزينها. ده ال LOD، الإصدارات المختلفة بتاعته، تمام. ده مثلا 2015، دلوقتي صدر بيزر 2020، 2021، وهكذا. ده البي اس 1092، ده خلاص استبدل بالايزو 19650 الجزء الثاني تقريبا، هو ما اختلفات بسيطه خالص. يعني نانكشن بلاننج، البيمكشن بلان مهم جدا لنجاح المشروع، لان ممكن تفضل انت شغال لكن اللي بيستلم منك مش موافق على اللي انت بتعمله. ليه؟ مش لان شغلك غلط، لكن هو منتظر تفصيلة معينة او منتظر حاجة معينة، لكن انتوا الاتنين مش بتتكلموا نفس اللغة. فلازم يكون في بيرمكشن بلان واضحة والمسؤوليات واضحة، كل واحد مسؤول عن ايه، وكل واحد تخصصه ايه. لازم نوضح كل حاجة في قلب البيرمكشن بلان، يعني لو في حاجة في المعماري اسأل مين، وهكذا. المسؤوليات، البروجكت انفورميشن موديل دريفري، السيرفي استراتيجي، لو عندي بوينت كلاود او في موقع معمول اصلا او خلصت شغل وعايز اعمل بوينت كلاود ليزر سكان وحوله بيم بعد كده موجود. فانا بالنسبه لي بعمل فوليوم استراتيجي، وبعد كده نقطه 00، وبعد كده التسميات، الليرات هتبقى اسمها ايه، خطوات بنمشي عليها على اساس ان احنا ما يحصلش لخبطة أثناء تسليم المشروع. من ضمن الحاجات برضو اللي تبقى لازم موجودة الفايل فورمات. ممكن مثلا المشروع كله شغال ببرنامج معين، لكن في شركة حابة تشتغل ببرنامج آخر، فلازم نكون متفقين هل احنا كلنا هنشتغل مثلا بالريفت، أو احنا كلنا هنشتغل بالاي اف سي. لو هو اشتغل ببرنامج تاني من قبل ما نبدأ يقول لنا، إذا كان ده
ده هيتعمل وندرس هل فعلا ده ممكن ولا هيواجهنا مشكلة في المستقبل. الكوماند داتا انفايرمنت لو احنا اكتر من شركة في كذا مكان ممكن نلجأ ان احنا نشوف بديل يكون اونلاين كوماند داتا انفايرمنت زي بنت 360، وفي بدائل تانية كتيرة بتبقى متاحة ان انت تشتغل من اكتر من مكان، مش لازم كلنا يكون في نفس الشركة يعني. بنركز على مراجعة الموديل ستاندرد، الكواليتي كنترول، التشيك، الشيرينج، اللايبراري استراتيجي، كل الحاجات دي موجودة. استخدامات البيم، البروجكت ريكويرمنت، البيم يوزز، الاكشنج فورمات، الكود تشيكينج. ممكن نستخدم البيم في ان احنا نتأكد هل الكلام ده مطابق للمواصفات ولا لا. انا واقف لحد كده عشان بس الفيديو ما يطولش معانا.